يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء وأيضا جنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد وذلك حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المحافظات ومدن الجمهورية. نبدأ بمحافظة القاهرة العظمى فيها 36، الصغرى فيها 25 طقس حار، الأسكندرية 32 23، مطروح 31 22، بورسعيد 33 23، الإسماعيلية 37 24. أما محافظة السويس العظمى فيها 36، الصغرى فيها 24، العريش 33 24، طابة 35 25، شرم الشيخ 39 29، الغردقة 40 28. أما محافظة الأقصر العظمى فيها 44، الصغرى فيها 27 شديد الحرارة، أسوان 45 27 أيضا شديد الحرارة، الوادي الجديد 44 23، شلاتين 39 27، وحلايب العظمى فيها 35 والصغرى فيها 27. لأن نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، نتابع.